الصحة العالمية تحذر من خطر بيولوجي كبير في السودان. العفو الدولية تطالب لبنان بإيقاف ترحيل السوريين قسراً. وإندونيسيون يهربون للمرتفعات خوفاً من حدوث تسونامي. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، أهلاً بكم. ونبدأ من السودان، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد القتلى إلى 459 شخصاً وعدد الجرحى إلى أكثر من 4000 نتيجة المعارك الدائرة في البلاد منذ 15 من إبريل الجاري. ممثل المنظمة في السودان نعمة سيد عابد حذر في تصريحات من خطر بيولوجي يهدد الخرطوم بعدما سيطر أحد الطرفين طرفي الصراع على معمل يحتوي على مسببات الحصبة والكوليرا وغيرها من المواد الخطيرة. كما ذكرت المنظمة أن هناك مخاطر حقيقية تجاه انتشار الأوبئة في البلاد، خاصة الكوليرا. وقبل الحدث بنحو عام ونصف وعبر مقطع فيديو، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، منهيا كل الشكوك بشأن إعادة ترشحه. الرئيس الأمريكي قال إن سباق العام المقبل هو معركة بوجه التطرف الجمهوري على حد وصفه، فيما اعتبر الحزب الجمهوري أن بايدن منفصل عن الواقع بعد إعلان قراره هذا خوض الانتخابات الرئاسية، محذرا من أن فوزه سيؤدي إلى مواصلة التضخم بارتفاعه الصاروخي وارتفاع معدلات الجريمة في الولايات المتحدة. في لبنان تجددت عمليات ترحيل اللاجئين السوريين قسرا إلى بلادهم مرة أخرى، فيما طالبت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية بوقف عمليات الترحيل. المنظمة أوضحت أنها تخشى أن يتعرض اللاجئون إلى التعذيب أو الاضطهاد من قبل النظام السوري عند عودتهم إلى بلادهم، مؤكدة أنه يجب حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية والترحيل غير القانوني إلى مكان تتعرض فيه حياة هؤلاء للخطر. فيما تأتي دعوة المنظمة بعد ما رحلت السلطات اللبنانية حوالي 50 سورياً إلى بلادهم خلال الشهر الجاري. جدل واسع تشهده بريطانيا حالياً بسبب قانون جديد قد يؤدي إلى حظر تطبيق واتساب ومعه عدد من التطبيقات المماثلة، حيث يكاد لا يخلو هاتف في بريطانيا من هذا التطبيق الذي أصبح أداة التواصل الأولى في البلاد. وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل، فإنه في حال أصرت الحكومة البريطانية على المضي قدماً في تطبيق قانون السلامة الذي يضعف التشفير الكامل للمراسلات، مراسلات واتساب بالتحديد، فإنه سيؤدي لحظر التطبيق الشهير الذي سيرفض الالتزام بالقانون إذا تم إقراره. ختام هذه النشرة من إندونيسيا التي ضربها زلزال بقوة 7.1 درجة قبالة سواحل سومطرة بحسب ما أفادت به الوكالة الجيولوجية الأمريكية، ما أرغم السكان إلى اللجوء إلى المرتفعات قبل أن يرفع الإنذار باحتمال حصول تسونامي. وقبل وقوع الزلزال بساعات قليلة، أطلق الباحث الهولندي المثير للجدل فرانك هوجربيتس تحذيرا من قرب حدوث زلزال قوي، وحدد منطقة سومطرة بأنها ستكون عرضة للزلزال نظرا للتقلبات الجوية، مرفقا صورا للكرة الأرضية بعلامة محددة لحدوث التقلبات الجوية بمناطق عدة من العالم.